السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا تركي سليم متفرج على قناه تركياتي. اهلا بيكم. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش ان تعمل سبسكرايب للقناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك تشجيعنا عشان نحرك الرقم ده شويه. النهارده جاي لكم في تجربه جديده خالص من قلب المطعم الهندي في مدينه الغردقه. النهارده انا بصور من قلب المطعم الهندي، مطعم هندي في هندي زي ما انتم شايفين، زي ما تتابعوا معايا الفيديو كل حاجة هندي. أصحاب المطعم هنود، اللي شغالين في المطعم هنود، ناس محترمة، استقبلونا استقبال رائع 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 زي ما انت هتشوفوا معايا الفيديو. يلا نشوف مع بعض الفيديو. يلا. انت متأكد ان احنا في الهند؟ في الهند. وانك عميل في الهند؟ في الهند. ومين ده؟ جوز الهند. ثانك يو فور مستر روي. بجد احب اشكر مستر روي في المطعم هنا، وراجل محترم جدا جدا استقبلنا واصر ان هو يقول كومنت بنفسه. نقدر نسمع دلوقتي مستر روي. ثانك يو. اتس ذا فيرست تايم ان هورغادا وي ار رننج ذات انديان ريستورانت وذ ذا مانجمنت انديان مانجمنت اس ويل ذا انديان وركرز سو وي هاف تو جيف ذا اوثنتيك انديان فود. اي هوپ وي ار سکسس ان ذات ون. ٹرائی ٹو وی ول ٹرائی اور بیسٹ ٹو ڈو ذا بیسٹ تھنگس to give the public, means customers, the authentic Indian taste. And from Indian cuisine, I near about 30 years experience, I'm running with the 30 years experience, so we'll do the best things in the Orgada. Thank you, thank you, Mr. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Thank you. طبعا حابب اشكر مستر انور، شكر كتير كتير كتير. يمكن هتكلم باللغه العربيه عشان طبعا الكل يفهمني. شكر خاص طبعا لمستر انور على الاستقبال الرائع، على فعلا اليوم الهندي الجميل اللي احنا عشناه النهارده. طبعا مستر انور هو صاحب المطعم دي ليديارت انديان كوزين. لاي حد حابب يجي طبعا ياكل في المطعم، طبعا في شارع اول شارع الباشا، متفرع من شيراتون مدينة الغردقة البحر الأحمر. وبجد بجد بجد احنا لو فضلنا نشكر على الأكل وعلى الاستقبال وعلى الأجواء الجميلة الهندية اللي احنا عشناها، أنا حسيت إن أنا سافرت، أنا حسيت إن أنا سافرت فعلا الهند. فبجد أحب أشكر مستر أنور جزيل الشكر. بجد نلقي الميكروفون لمستر أنور الآن. أنا ممكن أتكلم بالعربي، اللغة العربي، هندي، إنجليزي، أي لغة. مطعم ده الوحيد في الغرداء هو المطعم الهندي، ادمنستريشن الهندي، شفات كلها الهنود، وكل حاجة موجودة لي. إذا التوابل مش لي اللي احنا بيجيب لي الحاجة دايركت من لي الأولى درجة التوابل، وبتيجي من الإنجلترا ومن الهند مخصوص. وإحنا بإحترام للزبائن وإحترام الناس، يا ريت شرفنا ودو الاكل وشوف. انا سعيد جدا، شكرا. میں جو ہے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے یہاں پر جو ہے دو
ब्यूटीफुल कपल जो है यहाँ पर आया, उन लोगों ने खाना खाया और ये खाना जो है इन लोगों को बहुत पसंद आया. आई विश ऑल द पीपल दे कम एंड गुड लक एंड थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट योर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. थैंक यू. ये चैनल जो है ये तुर्की का है, इसको जो है बराबर सब्सक्राइब करो और सब लोग देखो, सब लोगों को पहुंचाओ और शेयर करो, जितना हो सके तुम शेयर करो. ये दिल्ली डिलाइट है, इंडियन कुजीन, और यहाँ पे जितने भी चीफ आते हैं सब लोग जो हैं वो इंडियंस हैं, और स्पेशली जो ये इसका ओनर है वो मैं हूँ अनवर खान, और मेरा बेटा है हिशाम वो साथ में है. तो आप लोग इंजॉय करो एंड थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट दैट. प्लीज़ डू शेयर. थैंक यू. ثانك يو ثانك يو مستر انور. ثانك يو. الحلقه احب اشكركم جدا واشكر كل جمهور تركيا. شكرا 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 على دعمكم، واتمنى يكون عجبكم الحلقه النهارده والمطعم. وطبعا الشكر جاي لنا من الهند المره دي، من دول مختلفه جدا، ناس محترمه جدا، ناس قدرونا. هنتكلم باللهجه المصريه، شارونا على الراس، ادونا اجمل اجالات مع الهدايا طبعا. بجد 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 شكرا 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 على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Number one in Bollywood.